عليكم حبايبي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم فيديو جديد، فيديو رائع، راح يكون مع بنوتتين كتير حلوين من العرب، واخيرا راح يطلعوا ناس معي في القناة عربيات. هم الحين جاي. لا ده سنوموش. انيا هانغا انيا اخيرا التقينا. ايوه اخيرا. عرفي عرفي عن نفسك. انا اميره من مصر، عندي كم سنه؟ عندي 24 سنه. عندي كم سنه؟ عندي 24 سنه. اوكي. ايه من مصر برضو، عندي 22 سنه. الله اكبر، 24 و22 28 يا اختي. 28 يا اختي. المهم حبيبي، فاحنا اليوم راح نروح ل والميدو، انتون والميدو. هذا المكان صراحه عمري ما نزلته على قناتي، عمري ما صورته، فراح يكون يعني اليوم مختلف. النهارده هنلعب ولابسين جيب، ولو لعبنا لعبه عايزين لا 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 يمكن بيعطونا هيك بنطلونات هيك. بيعطونا. المهم فخلونا نروح الحين نركب الصبواي ونروح ل والميدو. اوكي سي يو باي. اسمعوا شو جالسة عم تخبرني. لما شفتيني شو؟ يا جماعة أنا أول ما شفتها ما قلتش مثلا هاي ميس ولا إيه، واو دي قصيرة أوي. شافتني قالت لي أوه أنتي قصيرة أوي. سبحان الله 161 مو قصيرة يعني. بس يا جماعة لو حد ما قابلهاش سو كيوت بجد. ثانك يو أي نو. أوكي إجا الحين رح نطلع ونروح نستمتع باليوم. ميسو وصلنا لين انسان والميدو. فالحين اول شيء راح نسويه راح نروح وناكل شيء، لانه احنا من الصبح ما اكلنا ولا شيء، لانه اخذ ساعتين لما نوصل لهون. اخذ ساعتين. فاول شيء بنروح بناكل وبعدين راح نسوي الاكتيفيتيز اللي تقدروا انكم تسووها هون في انشون الحلوه. اوكي جيرلز يا كيوبتا يوغي فاحنا اجينا لهذا المطعم هل تكومي، بس المشكلة انه في ويتين، يعني الويتين في ناس بينتظروا كتير لانه هذا المطعم كتير مشهور هون. فقررت انا والبنات بنروح نلعب لعبة وبنرجع. اوكي وبعدين بنكمل الاكتيفيتي تبعنا. اوكي فخلونا نروح نلعب. ميسو وكمان اذا بتجوا على والميدو حبايبي بتلاقوا كتير هاي العربات اللي فيها هيك الاكل الشارع وكتير طيب. انا بحب هذا، انا بموت أيوة على هذا وبموت على الكوكوما. ايوه طيب. بيبي اول شيء رح نطلع في القارب الفايكن، رح نطلع في القارب وهيك. ياي اوكي اوف او كارد كارد جيرل ريتش جيرل. اوكي هي اللي راح هي راح تدفع كل شيء. هي من اغنى اغنياء كوريا يا جماعه، من اغنى اغنياء كوريا. بايكين هذا 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 ما في ولا واحد. واو لازم نركب هون. احنا راح نطلع راح نبدا. ياي اوه بايكين السيفتي. اوه Enjoy the ride. Don't afraid. Don't afraid. Get off! Ah!
ميسو بكيت بكيت بكيت. احنا الحين راح نلعب هاي ميسو. المطعم اتصلوا علينا وقالوا لنا انه في مكان الحين مشان ناكل، فاجينا راح ناكل الحين. ياي فاينلي سو المطعم هيك، لسه الاكل ما وصل. حبايبي كمان الشريك في هذا المنيو حبايبي. احنا طحاب اكلنا كثير، اكلنا تقريبا كل شيء، مو كل شيء يعني ما راح اقول لكم كل شيء. والحين البنات عم يجهزوا حلهم، عم يجهزوا نفسهم. الاكل هيك الحمد لله، الله لك الحمد. اكلنا راح نروح لفيلم الرعب راح نروح للبيت المسكون، البيت الرعب الحين. ميسو احنا اجينا لبيت الرعب الحين، مستعدين لازم تسويها، لانه هذا هو المشهور هون في كوريا، هو بيت الرعب. حبايبي راح ندخل. مهما كان البيت رعب مش هيبقى ارعب من حياتي. اكيد. اوكي اوكي يا بسم الله يا بسم الله، توكلنا على الله يا بسم الله. الوا الريحه دي اصلا الوا يا ربي ان كان جنة فصرفه، ان كان جنة فصرفه عنا يا ربي. يا الله هو احنا كده لسه ما بدناش يوجي داون نغوشي انا مسوينا لايو داون نغوشي هنبول عنده اوتسا انا بعمل صبتي. ما كان كتير مرعب، فقط كان مظلم، يعني مظلم كتير وهيك. اوكي الفكره كانت في الظلمه، في الظلمه الظلام. اوكي خلونا نروح للعبه الثانيه. اوكي ها ميسو
ميسو جينا نتصور في النقاط هون عشان نتصور هنا. ميسو خلص يومنا، صوتي راح. البنات كانوا كتير كتير طيبات، كتير حلوين، أميرة، آية، يا عمر عليهم. إن شاء الله رح نلتقي أيام الثانية إن شاء الله بإذن الله. المهم نعم حبايبي، اليوم هذا كان، أتمنى أنه استمتعتوا معايا في هذا اليوم وأنكم حبيتوا هذا اليوم كمان معايا. ان شاء الله اللي بيجي على كوريا يجي على انشون والميدو، لانه في كتير ناس بيعرفوا انه انشون فقط معروف بالمطار، يعني ما في ولا شيء هيك، فقط المطار وهيك، بس لا، انشون كتير كبيرة، يعني مدينة ثانية. والميدو في انشون، هالمدينة هالمكان والميدو في انشون، يعني بتقدروا تشوفوا البحر، تطلعوا في القارب، يعني تلعبوا العاب، تاكلوا اكل، تلتقوا مع اصدقائكم، تسووا كتير كتير اشياء. فيا المهم اشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. كودوكواتو ويجيشكو، بليز لا تنسوا تحطوا اللايك واشتراك للقناة.